دايرين؟ نتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير. يوم جديد، فيديو جديد، كنتمنوا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. فين ماشيين الدراري؟ للحق. اش غنديروا؟ نفطوا شي ماكينه. واو، غندوزو واحد النهار اللي زوين بزاف، مختلف على الايامات الاخرين كاملين. هذاك الفطور في الدار والماكله في الدار، قلنا علاش لا ما نوجدو فطورنا وندو البحر. ديجا الصراحه كنا كنديرو بحال هكا في الصيف، يعني يوميا نفطر على البحر، كيجي الصراحه داكشي زوين، وغادي تشوفوا بعينيكم باللي داكشي طوب. ما تنساوش الى اول مره كتشوفوا هذه القناه هذه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم جديد بطبيعه الحال. خليكم معنا ومع تتمة هذا الفيديو. بلاتي بلاتي بلاتي، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك. اش نديروا وليد؟ لايك. اول بحال عرفتني اول جا الصيف. شحال هادي ما عندنا. خليك لي يا فالي ونطير معاك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا فالي ونطير معاك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. شوفوا معايا البنات الجو كي داير مهدن، والبحر زوين بزاف، الشميشه يعني ما سخوناش، وحدها كاينه الضبابه. الجو البنات زوين، كلشي الناس جابوا فطورهم، كلشي الناس جابوا مع جابوا ولادهم يلعبوا. حتى انا جبت هذا الفطور اللي خفيف. شوفوا معايا البنات هذا لسان الطير اللي مازال غادي نشارك معكم، ان شاء الله غادي تعجبكم. درت هنايا شي فرماج كيري، زبيطة بلدية، والكونفيتير، البيض مسلوق، المورتاديلا، درت الأتاي في الترموس، الحليب السريعلة ود الدراري راكم عارفين. درت ألومنيوم فيه المليحة والكمون على حساب البيض، النيتيلا مع الخبز تاهي على حساب إلا بغاوها الدراري. صافي، هدا هو الفطور البنات اللي كيجي صحي وزوين ديال البحر البنات، كيشبع. هنايا كيما كتشوفو داك النهار، اليوم الملكي إبراهيم ما عامش، وباغي كانت أمنية ديالو أنه يعوم، وقلت علاش لا ما نلبي ليه الطلب ديالو اليوم، مادام انه البحر اليوم دافي وزوين الجو الصراحه. وكما كتشوفوا البحر عامر بالناس، عامر انتما. الناس كامل كتعوم، ماذا بيا نشدكم للبلايص الاخرين، ولكن كاينين الناس ما كيبغوش يتصوروا هكايا. غادي ندير الخاطر لابراهيم وغادي نخليه يمشي يعوم. يلا خليكم معنا. هو ديما ما كيعومش غير الرمله ياك وليد. وليد وليد ما تحيد الحوايج، ما تلبس حوايج العومان ياك، علاش ما بديش تعوم وليد؟ وليد اش كيدير بالرمله؟ وليد غير مع اللي جوي صافي. البنات اللي عجبتها هذه غادي نشاركها معكم. لسان الطير الصراحه كيجي زوين البنات، شوفوا معايا كيجي موزق وداخل العسل. ابراهيم جا لا تنسى تشترك في القناة.
اليوم الصراحه كان الاجواء زوينين بزاف حدانا، الناس كاينين كتفطر، الناس كترينا، يعني كل واحد لاقي الراحه اللي باغي هو. كما كتشوفوا حتى ابراهيم راه كيلعب الكره مع الدراري صحابو هنايا، هكا كندوزين النهار زوين وكل واحد كيدوز النهار كيما بغا هو. مالكم الدراري شتكم تسخسختوا؟ اوكي دازت عندك النهار، النهار كامل في البحر ياك؟ انا كنت كنعوم يا بايا سنا عندي، ولكم تحدي يوم كامل في البحر ياك لا ما نخرجوا من الماء. اوه راك درتي على انت من فاش مشيتي وانت ما خرجتي من الماء؟ لا مفوفيتش الليل، دابا غادي نمشي الليل. اوه راه ديرها العشية، راه ايوا راه العشية بحالها بحال الليل، ولكن نديرو يوم كامل في الماء، ولكن في هذه مدينة المائية. هنا غادي نسالي الفلوق ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوش تقولوها لنا في الكومنتيرات، وما تنساوش تدعمونا باللايكات وبالبارتاج، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. وبالنسبه اللي بغات المقادير ديال السنطير غادي نلوحوا وراء هذا الفيديو باذن الله، غادي يعجبكم بزاف، تيكونوا نجربوا ان شاء الله غادي يعجبكم.